بالملفات الداخلية هناك نوع من تباين في وجهات النظر وفي المقاربة، أما في الرؤية الاستراتيجية فيما يتعلق بالنزاع مع إسرائيل، فيما يتعلق مع موقف المقاومة، هناك انسجام بهذا الإطار. انفصال 8 أذار كمكون بين الملفات اللي لها بعدها الداخلي وبين الملفات اللي لها بعدها الدولي. هل انتهى تحالف 8 أذار؟ ناطرين جوابتكم، سجلوها صوت وصورة واعملوا لأبلود على الهايد بارك دوت تي في/LBCI، والأجوبة بتشوفوها بكرة بنشرة الأخبار.